يلا يا سنه اولى حبايبي، النهارده خدنا المسائل اللفظيه، ويلا مع بعض نحل المسائل اللفظيه. فهمناها؟ اه فهمناها. طب يلا مين هيطلع يحل اول مساله؟ مين هيطلع يحل اول مساله؟ تعالى يا هاد، كله هيطلع بس يبقى شطور ويسكت. يلا، مع احمد 4 تفاحات، اكل منهم تفاحتين، فكم تبقى مع احمد؟ اتكلم يا ادم وانت بتشرب. 4 ناقص ها يساوي كام؟ برافو، سقفول سقفول، سقفه كبير. خش يا ادم، مين هيطلع يحل تاني واحده؟ تعالى يا مروان. مروان مع مريم 10 جنيهات، واعطاه والدها 5 جنيهات، فكم تبقى مع مريم؟ 15. اكتب يلا للمسألة الأول 10، لا تحت هنا 10 زائد كام؟ والدها ادالها كام؟ ادالها كام؟ 5، تبقى زائد دي ناقص يساوي كام كله؟ 15. سقفوله سقفوله سقفة كبيرة.